السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم دكتور أرجا. الليلة اليوم موضوعنا في الميكروبيولوجي عن الشيستوسوما. الشيستوسوما بيعمل ديزيز اسمها شيستوسومياسيس. بالنسبة للسبيشيس بتاعها عندها 3 important species: شيستوسوما مانسوني، شيستوسوما جابينيكيوم، شيستوسوما هيماتوبيوم. المانسوني والجابينيكيوم بيعملوا كولونايز للجاسترو انتستينال تراكت، والشيستوسوما هيماتوبيوم كولونايز تو ذا يورين تراكت. الجابينيكيوم ما مهمة شديد، هنا هنركز مينلي في المانسوني والهيماتوبيوم. بالنسبة للبروبرتيز بتاعت الشيستوسوما، هنا هنركز في 4 نقاط. أول نقطة، الشيستوسوما هي واحدة من التري ماتودز، لكن in contrast to other تري ماتودز، this species are not hermaphrodites. يعني شنو؟ هي ما أنثى، عندها separate sexes، لكن these two sexes male and female live together. There is gynecophoric canal or cyst in the male. الميل بيكون ده جروف، والفيميل ريسايد اون ذيس جروف، اند ذا ميل كونتينوسلي فيرتلايزد هير اكس ثرو ذيس كانال. الثري سبيشيز بنعمل لها ديستنجويش فروم وان انذر في اللاب عن طريق الاكس بتاعها. الاكس مهمة شديد في الشيستوسوما. الاكس بتاعت الشيستوسوما عندها سباين. بالنسبة للمانسوني عندها prominent lateral spine، prominent lateral spine. بالنسبة للجابينيكيوم عندها small lateral spine، صغيرة من دي. هما الاثنين ديل بيعملوا كولونايزد، كنا ديل بيعملوا جاستر انتستينال. بالنسبة للهيماتوبيوم عندها terminal spine، تعمل كولونايز لل يورينري تراك. الشيستوسوما هي من البلوت فلوكس باراسايت، بيعمل كولونايز للبينز القعدات في الأورجن المعين. المانسوني والجابينيكيوم بيعمل كولونايز للميزنتريك بينز، أما الشيستوسوما جابينيكيوم بتعمل كولونايز للفينوس بلكسس في يوروني بلادر. بالنسبة للتو سكس بتاعت الشيستوسوما، قلنا الميل عندها جينوكوفوريك كانال، عندنا بكل هالكانال زي الجروف، إلا الفيميل بتعمل رسايد في الكانال، والميل بيعمل فيرتلايز هار إيك ثرو ذيس كانال. بالنسبة لللايف سايكل أوف شيستوسوما، عندنا 5 important points. أول حاجة السركاريا، ثاني اللارفا، أدلت فلوكس، الفيرتلايزد إكس، ثاني الميسيديا، ودي هنتكلم عنها عنه السنيلز كان انترميديت هوست. المهم الخمسة ديل مهمات في اللايف سايكل، ديل محتاج تحفظهم. دي شكل السركاريا، دي المسؤولة من الترانسميشن تو ذا هيومن. السركاريا تكون اسومينج الووتر، بتشبه الفورك، بتكون عندها تيل بتعمل سويمينج. اللايف سايكل بتبدأ من السركاريا، بتكون اسومينج في الووتر، بتعمل بنتريشن الهيومن سكين، بعد ذاك تحصل لها ديفرنشيشن انتو شيستوسوميولا أو اللارفا. الشيستوسوميولا بتخش السيركوليشن، بتمشي عن طريق الفينس وتخش الارتيريال سيركوليشن، والجزء من الباراسايت الحصلت سوبر ميزنتريك فينس، سوري سوبر ميزنتريك ارتري، بتحصل الليفر. بعد ذاك الشيستوسوميولا أو اللارفا تحصل لها differentiation into adult form، تكون الميل فيها growth،
والفيميل reside on this group. بعد ذاك كل species بتمشي للديفينيتيف سايت حقها. بالنسبة للمانسوني والجامينيكيوم بيمشوا للميزنتريك من عن طريق البورتال سيركوليشن بتمشي للميزنتريك فينس، واما بالنسبة للهيماتوبيوم بتمشي عن طريق الفينس عن طريق البورتال سيركوليشن للميزنتريك فينس. من هناك بتخش البلكسيس بين الريكتوم اند ذا بلادر وتمشي للبلادر فينس. بعد ذاك ال two adults بيطلوا الفيميل بتطلي fertilized eggs. fertilized eggs ال eggs بتعمل penetration لل vascular endothelium. بالنسبة للمانسوني والجابينيكيوم بتخش ال gut wall. أما بالنسبة للهيماتوبيوم بتخش ال bladder walls. و يلا في حالة الجاستروانتستينال للمانسوني والجابينيكيوم الاكس بتصحر في الستول، اما بالنسبه للهيماتوبيوم الاكس بتصحر في اليورين. الاكس بتخش الووتر بتطلع منها سويمينج لاربا انداسيليا بسموها الميرسيديا. ميرسيديا الميرسيديا تاني بتخش في السنيلز او القواقي. يلا لكل سبيشيز ديفينيتيف سنيلز اي واحد حقها براها. في جوا السنيلز الميرسيديا تحصل لها ديفلوبمنت بتتحول لسبوروسيست. بعد ذاك من هناك تطلي سركاريا. السركاريا بتطلع من السنيلز تخش الووتر تعمل سويمينج تلقى هيومن جديد يعمل بنتريشن للسكين بتاعه وتعيد السايكل من جديد. بالنسبة للباثوجينيسيس اوف شيستوسوما فقط البريسنس اوف اكس في الفينس بيعمل انفلاماتوري ريسبون. بس المشكلة انه وجود الاكس وجودها بتعمل انفلاماتوري ريسبونس وذاته الاكس بتطلب روتولايت انزايم. في النهاية لو كانت في الليفر بتعمل هيباتوميجالي من الكونجشن اوف ذا اكس وممكن يحصل فايبروسيس للبورتال سيركوليشن يعمل بورتال هايبرتنشن وبرضه ممكن تعمل سبيلينوميجالي. تاني السبيشيز اكس اي سبيشيز الاكس بتاعها بتعمل دمج في محل معين. بالنسبه للمانسوني الاكس بتطلب هرتولايتك انزايم وانفلاماتوري ريسبون بتعمل دمج للسوبير ميزنتريك فينس. اما بالنسبه للجامينيكيوم بتعمل المانسوني دمج للسوبير ميزنتريك فينس بالنسبه للسمول انتستين فقط. اما الجابينيكيوم بتعمل دمج للسوبيرر ان انفيرر ميزنتريك فينس وبالتالي للسمول انتستين اللارج انتستين وولز. اما بالنسبه للجابينيكيوم بتعمل دمج للفينس القاعده في القاعده في الـ في, الـ في البلادر. وقالوا ممكن تعمل بلادر كارسينوما. والاميون الانفلاماتوري ريسبونس بتعمل جرانيلوما. وفي النهاية بتقودك للفايبروسيس وكلمنا عنها انها بتعمل بورتر سيركيليشن. الباراسايت انها قال عندها ميكانيزم بتعمل ايفيت للاميون سيستم. قالوا السيرفيس بتاعت الباراسايت بيحصل لها كوتينج بالهوست انتيجين فبالتالي الاميون سيستم ما حيقدر يتعرف عليها بالتالي بتعيش لفتره طويله وبتعمل كل الاكشنز دي. بالنسبه للابيديميولوجي اوف ذا شيستوسوما بتعتمد على البريزنس اوف سبيسيفيك سنيلز في الووتر يعني حسب المناطق اللي فيها النوع المعين من السنيلز. المانسوني بتكون في المناطق في افريكا وبتكون في امريكا اللاتينيه. الهيماتوبيوم في افريقيا والشرق الاوسط. الجابينيكيوم دي فيها حاجه مميزه بتكون موجوده فقط في اسيا. والحاجه المميزه فيها انها الدوميستيك انيمالز بتعمل كريسيرفوار للسبيشيز ده. بالنسبه للكلينيكال فايندينجز اوف
شيستوسوما بيكون في تو ستيج اكيوت وكرونيك. غالبا هي شيستوسوما كعام بتكون اسبتوماتيك اغلبية الباراسيتيك ديزيز، لكن ممكن في بعض الناس يظهر عليهم بعض الاعراض طوال في الاكيوت فيس بعد السركاري تايم بينيتريشن للسكين. ممكن يكون في اتشنج عند الدرماتيتس كان في الامتري ريسبون. بعد اسبوعين لثلاثة اسابيع ممكن يجي فيفر كيلز دايوريا. ممكن لو كان حدث سيفير ممكن يكون في دينفع دينوباسي عن هيباتو سبيرينوميجالي، دي رير لكن ممكن يكون فيه. اما المرحلة الخطيرة هي مرحلة الكرونيك ستيج. الكرونيك ستيج the most common cause of clinical morbidity and mortality of schistosomiasis. ممكن يكون في gastrointestinal hemorrhage الناتجة من vascular damage of proteolytic enzyme produced by the X and inflammatory response. وممكن زي حوز الكيوت ممكن يكون فيه هيباتوميجالي وماسيف سبينوميجالي. والدس غالبا بتكون من الربشر اسوفيجيال فاريسيس جاي من البورتر هايبرتنشن. وبالنسبة للشيسيسوما هيماتوبيوم ممكن يحصل في اليورينري تراك سوبر امبوزيت باكتيريال يورينري تراك انفكشن. وممكن يكون فيه هيماتويوريا لكن رير لكن ممكن يكون فيه. الحاجة الأخيرة في الكلينيكال فايندينجز في حاجة اسمها سويمر اتش، دي due to immunological response في الاسكين للنون هيومن شيستوسوما. الشيستوسوما غالبا كان بتايم بنتريشن للسكين وبتخش البلوت، لكن في بعض النون هيومن شيستوسوما ما بتقدر تايم بنتريشن وبتقعد في السكين، بيحصل هايبر سنسيتيفيتي اي جي اي ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي، فبيحصل سكين رياكشن بيعمل بابيولز اند ليجنز وبيسموها سومر اتشين. بالنسبه للابراتوري دايجنوستس بس فقط من البريزنس اوف ذا اوفا اور اكس في الفيسيس اول يورين بتكون دايجنوستيك. لازم تتذكر انه اي اكس بتكون يونيك للبروسايد معين. قلنا الشيستوسوما مانسوني بتكون كان عندها بروميننت لاترال سباين، وقلنا الجابينيكيوم عندها سمول لاترال سباين، وقلنا الشيستوسوما هيماتوبيوم عندها تيرمينال سباين. اما سيرولوجيكال دايجنوسيس بتكون نون يوسفول. ممكن يكون في مودريت زينوفيليا ديو تو بريزنس اوف لارفا اور شيستوسوميلا ان ذا بلود، ودي اغلبيه الباراسيتيك ديزيز بيكون فيه زينوفيليا. بالنسبه للتريتمنت والبريفنشن الدراج اوف تشويس از برازي كوانتل دروك اوف تشويس. اما بالنسبه للبريفنشن بنعمل لو كان في منطقه معينه فيها ابيديميك شيستوسوما ما نمشي نعمل سويمينج في الووتر، والسنيلز لو اتوجدت بقدر الامكان نعمل لها ديسبوزل من الووتر وكده. لغايه هنا بيكون وصلنا الى نهايه الدرس، وان شاء الله اتمنى يكون انكم استفدتوا، وان شاء الله نتلاقى في درس قادم مع دكتور أرجاء، والسلام عليكم.